تقرر إجراء طبعا عملية تقييم التي هي مستمرة إلى حد الآن، وأعمال خبرة من أجل طبعا تقرير ما ستقوم به الدولة من تعويضات، ونحن نستحسن أن تكون هذه التعويضات تعويضات على الطبيعة، يعني أن نعوض عينية أن نعوض الفلاح، يعني الفلاح لا يحتاج إلى أموال إن حرقت أشجاره المثمرة أو إن ذهبت أغنامه أو أبقاره، أو فالدولة إن شاء الله سوف تساهم بتعويضات عينية بعد تقارير بعد تقييم الخسائر طبعا، والتي نتمناها أن تكون قليلة، وكذلك بعد أعمال الخبرة حتى فهناك أشجار مثمرة، مثلا لست خبيرا في هذا المجال ولكن يمكن أن أقول أن هناك أشجار مثمرة عمرها سنتين وأخرى عمرها 5 سنوات أو 10 سنوات، فالتعويض العيني لا يكون على حسب على 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 نفس القدر، ونترك هذا لرجال الخبرة. وطبعا جرت بعض الأشغال التقييمية ولاحظنا بأن مجمل الذين مجمل المتضررين يستحسنون التعويض العيني حتى يستمرون في نشاطهم ويستمرون إن شاء الله في 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 مردوديتهم وفي حركتهم الاقتصادية إن شاء الله.